مصر بتتغير، رؤية وطن وعزيمة شعب. في مشروع المحروسه، مشروع المحروسه بينقسم المحروسه واحد ومحروسه اثنين. المشروعين اجمالي الوحدات فيهم 4895 وحده. احنا دلوقتي موجودين في مشروع المحروسه، من ضمن المشاريع تطوير مناطق العشوائيات بمصر على مساحه 51 فدان، موجود بمدينه النهضه بالسلام، بحي السلام تاني، مكون من 197 عماره، كل عماره 282 متر مسطح. العماره بتتكون من دور ارضي وخمسه، كل دور بيتكون من اربع وحدات سكنيه، كل وحده سكنيه بمسطح 63 متر مربع. عندنا هنا في حاجه جديده عملناها في المشروع المحروسه واحد ومحروسه اثنين، في عمارتين اسمهم المراه المعيله. هنا بيبقى في مراه او رجل كبير في السن او حد عايش لوحده، فيهم مصاعد عشان هم كبار في السن. هو عباره عن غرفه واحده، هي استوديو فيها كامله من جميع مستلزماتها. المشروع يمكن هنا اتكلف حدود حوالي 900 مليون جنيه، واحنا يمكن المشروع اتنفذ في حدود السنه. شغاله فيه 8 شركات من القطاع الخاص وقطاع الاعمال. على العدد اللي هو موجود فيه ده حصل انه شارك فيه عدد كبير من المهندسين والشركات المنفذه تحت اشراف المحافظه طبعا، فاحنا وصلنا للعدد الاجمالي ما بين شركات منفذه ومهندسين وعمال وباطن وصنايعيه، عدد يوصل حوالي 25,000 شخص بشكل اجمالي. ده غير الصناعات المغذيه للموضوع اللي كان للشغل اللي احنا بنعمله هنا. وبالتالي بقت عندنا المنظومه بشكل عام زي ما حضراتكم شايفين، والنموذج منها نموذج المسجد اللي ظاهر ورايا دلوقتي. دلوقتي خدنا خبره كبيره جدا في المشروع، وكل اللي اشتغل هنا من مهندسين مشرفين مهندس محافظه كله خد خبره كبيره جدا. الواحد فخور ان هو عمل المشروع بالحجم ده وبالشكل ده،